رب الإنسان جاء ليبحث عن الضائع ويخلصه. Le Fils de l'homme est venu pour chercher l'homme égaré et pour le sauver. بسم الآب والابن والروح القدس آمين. إخوتي بهاليوم بهالأحد الحادي عشر من زمن عنصرة زمن الروح القدس الكنيسة بتقدم لنا إنجيل بيدعينا إلى التوبة من خلال أكيد توبة زكا العشار رئيس العشارين. هالتوبة اللي عملها زكا العشار إخوتي رائعة جدا، والإنجيل بيعطينا أكيد مثل كل النصوص اللي بنقراها بالإنجيل غذاء رائع لحياة. وأنا عم بتأمل فيه بهالأسبوع للإنجيل فكرت بفكرة الجي بي إس. بتعرفوا كلكم بتستعملوا هيدي الآلة بحطوها بالسيارة بتدلكم على كل الشوارع حتى الضيقة والصغيرة والنقطة، كل نقطة بالعالم موجودة على الجي بي إس، هيدا موجود على الساتليت فوق العظيم بتدلنا على الطرقات وتوجهنا صوب المكان اللي بدنا نحن نوصل عليه. بتعرفوها هيدا الجي بي إس سيستم موجود وصار معروف كله، ما فينا نمشي بقى إلا بالجي بي إس وإلا منضيع. فكرت بشغلة مهمة كمان، إنه كل واحد منا مزروع فيه جي بي إس، وبيسوع كل هالجي بي إسات المزروعين فينا موجودين بقلب يسوع. والجي بي إس أنا سميته جيد بيرسونيل بور لو سالو، كل واحد منا زارع فيه ربنا أكيد دليل للخلاص لإله هو خاص بيرسونيل، مثل ما قال له يا زكا سميه باسمه يسوع، مش هيك كيف ما كان قال له ايه وينك شو هيك معربش فوق صار، قال له يا زكا انزال. وهيدي مهمه تسميه بالاسم جيد بيرسونيل دو سالو، كل واحد منا عالجيد هيدا بقلبه عم يشتغل هالدليل، عم يشتغل تيوصل للديستيناسيون للهدف اللي هو بده يخلصه. كل واحد منا ربنا حاطط فيه طريق للخلاص، خارطة طريق للخلاص، كل واحد مزروع فيه. ونحن كم قلبه هو أكيد زارع فيه خريطة الطريق، بس إنه منا خريطة إنه نحن نصهم ببريدستينين، إنه نحن مسيرين، مش مسيرين، بس في خريطة معينة بتلبق لنا تنخلص بهالوجود من نيل الخلاص. وزكى العشار كان بلش قلبه يشتعل بده يشوف يسوع، وبلش يشوف كيف أي خريطة طريق يوصل ليسوع. طلع من بين هالعجلة الدنيا، طلع على الجميزة سيكومون جميزة، طلع لفوق، أنا بسميها شجرة الضمير، طلع لفوق لارك دو لا كونسيونس مورال فوق، وهو ناطر يسوع تيمرو. ترى يسوع عنده خارطة طريق مهمة توصلوا لعنده بالذات، اثنيناتهم جي بي اسات تبعهم التقوا مظبوط، وكان على هو الجميزة عم يعمل ديسيرنمون مورال مهم جدا، تمييز روحي لكل شيء فيه، ناطر مين يشيله من قصر انتو، قصر انتو الخطية اخواتي بتأثر لك قيمتك، بتخمن حالك اف عم تخطي وقبضاي وعظيم، بس انت بالواقع اذا بتفوت على ضميرك بتيد بتيد داي هيك بتمشي قصير القيمة. بس ولكن كان ذكي زكا العشار، عرف يمشي مع جي بي اس حياته تيوصل على الخلاص، طلع على الجميزة فوق. يسوع إذا كان عم ينبش عليه كمان وتلاقي قال له يا زكا تعال انزال من هالشجرة الضمير الرائعة اللي أنت متميز حالك فيها وتعال مشي معي. ما
بدي روح لعندك عبيتك لجوا. هيدا جي بي اس خاص بفوتك عبيتك، خلاص بيجي بقلب بيتك، بقلب حياتك، بقلب مجتمعك، بقلب وطنك. هونيك بيجي الخلاص، وهونيك بقلب بيته كان في توبة عظيمة، كرسي اعتراف عظيم، وزكى اعترف قدام الناس وقرر يعمل مشروع توبة وتكفير ويكافي كل إنسان ظلمه بهالدنيا أربعة أضعاف. قديش كان عنده كرم مع يسوع بقلب مسيرة حياته، كرم القداسة بيسموها. قديس إخوتي مش هيك كيف ما كان بيتقدس، بكرم رائع من حياته، من قلبه، من مصرياته، من تفكيره. ما فينا هيك نتقدس ببخل، إنه بعطيك للرب هيك كم نقطة، بعطيك كم هيك حط بالصينية كم سنتين، إنه بيمشي الحال. مش عم نعمل شيء دعاية، اعملوا اللي بدكم إياه، بس عم بحكي قديش نحن بالقداسة عم نكون كريمين مثل هالإنسان الكريم اللي عطي كل شيء ليوصل للخلاص. ربنا أكيد الخلاص صار في هذا المكان. وصل الجي بي اس للديستيناسيون تبعول الأساس يلي هو الخلاص، وبلش من وقتها مسيرة قداسة بحياته، مسيرة أكيد زكى العشر صار قديس عظيم بهالوجود، بهالكلام الرائع يلي اشتعل فيه بحب يسوع. نحن إخواتي اليوم ضروري نرجع نشوف ونراقب الجي بي اس تبعنا، خارطة الطريق تبعنا وخلاصنا وين صارت. تلاقت بيسوع، بلشنا نعيش تحول رائع، كرم رائع بالعطاء، عطاء الزيت، عطاء الفكر، عطاء الروح بالصلاة. قديش وين وصلنا بهالجي بي اس تبعنا؟ وين عم بيوصلنا؟ وين وصلنا بطريقنا للخلاص؟ وين رفعنا؟ وين ارتفعنا؟ وين كنا عم نعطي كرم؟ قديش كرمنا بالصلاة؟ قديش كرمنا بالعطاء للفقراء للمحتاجين؟ قديش كرمنا بوجودنا بالكنيسة، بتطبيق حياتنا المسيحية بالممارسة المسيحية الحقيقية؟ قديش كرمنا مع الإنجيل بالقراءة؟ قديش كريم؟ هل يا ترى أنا كريم؟ هل أنا عم بعطي وقت من حياتي للرب يسوع؟ قديش كريم بالسجود للقربان؟ هيدي الجي بي اس تبعنا بحصول يوم داوود، طلعوا على شجرة الضمير وفحصوا الجي بي اس تبعكم. وين صرتوا؟ وين صرتوا بكرم القداسة؟ بالتوبة وبكرم القداسة. هيدي اليوم الرسالة الحلوة يلي ربنا عطيني اياها بقوة الروح القدس توصلكم اياها. بتمنى الكل هيك يضل عايشين مثل ما منعيش بمسؤولية تنربي ولادنا، تنعيش الحب بيني وبين زوجتي وزوجتي معي، تعيش بشغلي بنجاح بتقدم بدرسي، كل هاو رائعين. كمان افحص الجي بي اس تبعي معا هيك تطلع الكرم الرائع بالقداسة بالضوء. هيدي اليوم Chers frères et sœurs, un petit mot en français. J'ai parlé, bien sûr, notre méditation aujourd'hui est centrée sur Zachée, le chef de collecte des impôts, et elle est centrée sur la conversion. Et j'ai parlé d'un système de GPS, le guide personnel de salut. Parce que le bon Dieu, il a semé en nous, en chacun de nous, un guide personnel pour mon salut, mon propre salut. Et voilà, nous sommes tous aujourd'hui appelés à vivre et à revoir où sommes-nous dans cette GPS, dans ce chemin de salut vers Dieu, vers le royaume de Dieu. Et c'est une lumière qui nous a dit, c'est la lumière du Christ, du GPS du Christ qui va nous rencontrer, va dire, va dire, Élie, etc. Descends de ton arbre de conscience et viens chez moi. Et viens chez nous, demeure-toi, sois généreux dans ta sainteté, donne tout ce que tu veux,
donne le plus dans ta vie pour Dieu et tu seras sauvé. Et c'est ce que Zachée a fait durant sa vie et pendant sa rencontre avec Jésus au sein de sa maison. Nous sommes appelés à vivre un examen de conscience profond et un discernement moral profond dans notre vie pour faire ce changement, cette divinisation, pour avancer dans ce chemin de sanctification avec une générosité sublime. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde toujours sur le bon chemin vers le royaume de Dieu. Amen.